حفر الفنون والرياضة اهتمام كبير جدا، وهو مستحق لأنه لا يمكن أن تصح عملية تعليمية بغير الاهتمام بكل هذه الجوانب الرياضية والثقافية والفنية، لأن الجامعة المفروض تكون جامعة لكل الأنشطة وتؤدي إلى صقل شخصية الطلبة، ويمكن حتى كمان تحديد إنشاءات المدينة الرياضية في جامعة القاهرة، سواء فيما يتعلق بإنشاء حمام سباحة أولمبي، يعني إنشاء حمام سباحة أولمبي وفق المقاييس العالمية، وإصلاح الحمام القديم، ووفقا لكل الاشتراطات العالمية، بحيث إنه يتم تحديد الغليان وتحديد كل جسم الحمام، وإن شاء الله حسب الاتفاق سوف ينتهي هذا الأمر في شهر نوفمبر القادم، لكي يتاح الارتباط مع بداية العام الدراسي لهذا الحمام بدأ. نحن نتمنى إن شاء الله منه كل تقدم للجامعة الرصد، مكافآت مالية سوف يستلموها الآن فورا، والميدالية الذهبية 25,000 جنيه، والميدالية الفضية 25,000 جنيه كل واحد، والميدالية الفضية 15,000 جنيه لكل واحد، والميدالية البرونزية 10,000 جنيه لكل واحد، بإجمالي جوائز تصل إلى 95,000 جنيه لهؤلاء الأبطال، وهذا الحقيقة ليس كثيرا عليهم، وسنكلف إن شاء الله الإدارات المالية في الجامعة بالتواصل معهم وتبليغ كل العقبات التي تتعلق سواء بدراستهم أو بتفرغهم